سيارات للسن دايما في المجلس بيقول ان مفيش تعديل، بس لسه الناس بتتكلم. اهالي كتير بيقولوا ان اولادهم من جوه بيحصل لهم مضايقات وتعذيب وانتقاص من حقوقهم. طبقا للقانون الحالي التعذيب واستعمال هو الايذاء البدني والنفسي والمعنوي للانسان بهدف الحصول منه على معلومات، يعني اضطراب المعلومات. ده التعريف الرسمي للتعذيب الان. بناء على ده احنا بنقول مفيش تعذيب، لكن احنا اعدينا مشروع قانون بتعديل تعريف التعذيب. قلنا فيه انه الحاق الاذى البدني والنفسي والمعنوي للانسان بهدف الحصول منه او من شخص اخر على معلومات، زي ما بيجيبوا ام واحد ولا مراته ويهددوه قدامها هيضطر ان هو يعترف، انه يعني كده يبقى هو التعذيب هو الايذاء النفسي والبدني والمعنوي بهدف الحصول على معلومات او لاي غرض اخر. ففتحناها واستخدام مختلف اشكال القسوه. في حاجه ثانيه اسمها التعذيب الممنهج. احنا ما شفناش في السجون، وغالبا هو لا يمارس في السجون. ذات الاقسام. ولا في الاقسام. في سجون في مناطق احتجاز ممكن تكون في معسكر الامن المركزي. ممكن يبقى في سجن العزوبي اللي هو بيقول عليه. وهكذا. فالمجلس مهتم بهذا الموضوع ومقدم مشروع قانون بتعديل المواد الخاصه بالتعذيب والاجراءات الخاصه بها، سواء من حيث مفهوم التعذيب او الاجراءات الخاصه بالتعامل معاه، علشان نقدر ننقل حركه الانسان لمستوى اعلى.